اجتمعت يوم كريم، وهذه المدرسة وهذا الشباب وهذا العزل لما جاءت هذه اللحظة، وكانت أمنيتها الوحيدة قبل أن تموت أن ترى قرة عينها، وهذه هي الأمنية. أدعنا أنها صابرة بإذن الله عز وجل حبائها في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. هي أم كريم تجمع الوطن كله من القدس وكل أركان هذا الوطن، كلهم جاءوا من أجل هذه اللحظة. هذا تكريم كل أهل فلسطين لها، نعم تكريم لها ووفاء لها عن لحظة الوداع، ولعله يكون لقاء بإذن الله عز وجل في الجنة بإذن الله عز وجل. اللهم ربنا فرج كرب المكروبين، فرج كرب المظلومين، فرج كرب الأسرى والمتقلين يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى أنهم سالمين غانمين. اللهم اجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا قدسنا واحفظنا لقدسنا. اللهم احفظ مرابطينا في المسجد الأقصى يا رب العالمين. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي أخونا الأسير المناضل البطل عضو اللجنة المركزية الأخ كريم يونس، وماهر يونس أيضا كمان ابن عمه من عزيه، اللي هم إلهم 40 عام داخل السجون الاحتلال. أنا بدي أعزيهم وأعزي نفسي وأعزي الأمة العربية والإسلامية وأعزي كل شريف وحر ومثقف ويريد الحرية، إنه منعزيك بوفاة والدتك يا كريم اللي قضت 40 عام وهي وراك خلف هي أصلا كمان كانت خلف القضبان لما كانت تزورك. فأنا عشت مع كريم 20 سنة من داخل السجون، أنا من القدس جئناك من القدس ونجيك حافين كمان، هذا واجب علينا ديني وأخلاقي ووطني إنه نأتيك ونعزيك ونعزي عارة ونعزي عرعر ونعزي كل أخوتنا في الداخل 48، نعزيهم بوفاة أم المناضل الكبير والمناضلة والمرابطة والمجاهدة الحجة أم كريم يونس اللي قضت عمرها وعمرها قضته وهي وراء ابنها من سجن لسجن ومن معتقل لمعتقل، وكانت بالصيف وبالشتاء وبالتلج وفي كل أحوال الطقس وهي وراء ابنها عشان تكحل عينيها بشوفة كريم. كان كريم يمثلنا بداخل السجن. بحكي قصة من داخل السجن، أنا كريم لآخر يوم هو معي بالعشرين عام، تعلمنا وتثقفنا على يديه. كريم من الناس النخبة، كريم قد ما أحكي عن كريم لا تسع حلقة كاملة حتى أن 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 أحكي بموجز عن 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 شخصية كريم يونس، والآن وليس عن تشخيصه، الآن هلأ وقت تعزية ومواساة بفقدان والدته ووالدتنا هذه أصلا كمان. أنا ضحكي قصة قصيرة جدا وتجربة بداخل الأسر. كان كريم يونس يمثلنا بداخل السجون، وكان هو يبلغ الأسرى بوفاة والدته أو من الدرجة الأولى أو والده أو أي حدا، فكان هو يقول يعني إن شاء الله ما بيجي هاليوم وحدا يبشرني أو يبلغني إنه فقدت أحد أقربائي أو أحد والدي. نعم فقد والده، والآن خلينا نقول الضربة الأكبر، نعم إن الرسول نفسه قال للعين لا تدمع والقلب لا يحزن. قد ما يكون الإنسان جبار بيضله إنسان مشاعر وأحاسيس، بيضل عنده جياشة ما بتموت، بيضله إنسان. قد ما يكون 40 عام داخل السجون بس بيضله إنسان. أنا هون بدي أسمحوا لي بهالتعبير، طز في كل المؤسسات والجمعيات الإنسانية في كل العالم اللي بتخليه 40 عام خلف القضبان، اللي بتخليه كريم يونس زي له 4-7 أشهر ليروح بقضي 40 عام، لم يسمحوا له حتى النظرة الاحتلال النظرة الأخيرة يودع ويكحل عينيه كريم بفقدان أعز إشي عنده والدته. لم يسمح له أنه يعطيه هاي الإشي الإنساني البحت. يعني حتى نقول يعني في تاريخنا دائما الأشياء الإنسانية هي بتكون مسيطرة حتى على القوي، دائما في أشياء بالتاريخ نقرأها أنه، ولكن بدي يسجل التاريخ انه اقدم اسير في العالم كريم يونس يمنع الاحتلال انه يودع والدته حتى بالمقبره النظره الاخيره يودعها. محافظين عليه بداخل السجون، خايفين انه يهرب. شو ضايل له 7 شهور؟ بقضي كل حكمه اصلا بالقوانين الاسرائيليه بتحكي عنها دوله ديمقراطيه. لازم كريم مروح، كريم اسمه بهوى الحل السياسي بالدفعه الرابعه، لازم من سنوات كريم مروح.